استاذ احمد مصطفى من مصر معايا. الو، ايوه معاك. ازيك يا حاج احمد، اخبارك ايه؟ اخبارك يا غالي؟ انا احمد، عندي 22 سنه. حلو قوي يا ابو حميد. بيقول لك بقى ان مصر دورها بيتراجع، وان الناس مكبوته، وان قريب ممكن الناس تكمل ثوره الربيع العربي. انت متفق مع الكلام ده؟ شايفه صحيح ولا غلط؟ انا ليا راي معاك، بس يعني ليا الشرف ان انا دخلت معاك البرنامج اول حاجه. اتفضل، اهلا بيك. طبعا يعني دلوقتي عندي 22 سنه، ما شفتش حاجه في البلد ديت من يوم رجعت على الدنيا بتقدم حاجه للمواطن. فانا عايز افهم حاجه، انا هفضل كده لحد ما اموت ولا هيبقى في انقلاب وفي تغيير؟ انت محتاج ايه؟ محتاج البلد تقدم لك ايه يا احمد؟ طيب انا هتكلم بالنيابه عن كل شاب من عمري، تمام؟ قول. انا سامعك. تمام. انا من حقي تعليم نظيف، منظومه صحه نظيفه، اخلص تعليمي الاقي وظيفه في بلدي، ما اتغربش بره واتمرمط واتبهدل. حقك. ليه البلد ما بتقدمش ليا كده؟ عايز حاجه تانية من البلد؟ نفسك في حاجه تانية مصر تقدمها لك؟ والله لو نفسي في البلد، نفسي بقى تبقى نظيفه، فيها عدل، فيها حريه ديمقراطيه، فيها ان انا اعرف اخد حقي، مش اخش مثلا المركز الاقي اواضي جاهزه ليا عشان امضي عليها. طيب برايك اذا البلد ما ادتكش الحاجات دي انت هتعمل ايه؟ رد فعلك ايه؟ ما ادتكنيش فرصه حتى اتنفر. انت هتعمل ايه؟ هنتحر طبعا. لا لا لا، تنتحر ايه؟ لا يا راجل، لا يا راجل، لا ما انا لو اتكلمت معلقين شماعه الاخوان ان انا اخواني، يعلقوني ان انا اخواني. معلقين شماعه الاخوان ان اي حاجه في البلد اخواني، اي حاجه في البلد اخواني. لا، تجيب حقك. الواحد يقدر يجيب حقه، يقدر يتظاهر، يصور، يرفض، انما ينتحر لا 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 لا، انا مش معاك في الكلام والله ده. والله العظيم ان السيسي ده، ما انتخبت ولا انتخاب. والله العظيم برضه قعدت في الحكم، ونص مصر كلها ما انتخبتهوش، وما اعرفش ازاي جه في الحكم برضه. ما اعرفش. احمد انت كنت صغير، ايام الثوره، ايام يناير، صح؟ كنت صغير. فاكر حاجه؟ فاكر كان نفسك في ايه وقتها؟ كان عندي وعي. كان عندي وعي فعلا ايامها، كنت فاكر. كنت حاسس بايه طيب؟ ايه الفرق من وقت وانت صغير ايام يناير ودلوقتي بعد 10 سنين؟ وقت وانا كنت صغير ما كانش عندي احلام، لما كبرت وبقى عندي حلم قعدت في ظلم، يعني كل ما عيني وعي كبر حسيت بقى، حسيت ان بلدي ظلماني. يعني اجي ابص حواليا في الدول كلها احس فعلا ان البلد دي ظلماني. ظلماني كشاب عنده طموحات مش عارف يحققها. انا معاك في كل كلمه قلتها يا احمد الا موضوع الانتحار ده. القادم احسن بايدينا ان شاء الله يا احمد، انما يعني الانتحار ده مش حل ابدا. محدش يكفر بدينه وبوطنه وبانسانيته يروح ينتحر يا احمد. اوعدني ان يعني التفكير ده ما يجيش في بالك تاني لو سمحت. كان نفسي اعبر يا احمد، كان نفسي اعبر فعلا عن رايي في البلد دي. ده انت تيجي هنا كل يوم تعبر عن رايك، بس انا عايز منك وعد ان مفيش حاجه اسمها انتحار دي تيجي في بالك. انت عندك 22 سنه، انتوا الشباب اللي هيبني البلد دي. 22 سنه ومش عارف اعمل حاجه في حياتي. هتعرف وهتبدل بايدك ان شاء الله، بس وعدني ما يجيش في بالك بعد كده موضوع الانتحار ده لو سمحت. يا رب بجد، يا رب والله يحصل انقلاب والراجل ده يغور من مصر، ولازم يتحرك. انت مش عايز توعدني ليه انك يا احمد مش عايز توعدني ليه انك ما تفكرش في موضوع الانتحار ده؟ عايز اوعدك بس مش عارف. لا عايز اوعدك بجد. لا 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 لا، يعني استجدع كده، وانت قد انك تغير مش انك تروح تضعف وتنتحر. على الله، على الله، كله على الله. ربنا يقدم كله خير ان شاء الله. ربنا يحفظ البلد وشبابها وعيالها كلهم يا ابو احمد. شكرا بس ليك. انا كنت سمعت اللهم امين، اللهم امين. اقول لي انا كنت سمعت الراجل ده خطاب بيقول لك كله سيتحاسب. هو مين اللي هيتحاسب؟ انت ولا احنا ولا مين بالظبط؟ لا قصده علينا احنا، الكلام يعني مش ليك. هو كله هيتحاسب. كان قصده علينا احنا، واحنا بنقول له يعني احنا ردينا عليه وقتها ومش طيب. هنقول له بقى. طب انتوا بتحاسبوا عشان وما تقلقش، هو ان شاء الله اللي هيتحاسب هو اللي معاه. شكرا يا ابو حميد.